السلام عليكم، انا موحد الحسين من قلموس. انا بارك الله فيك، زايد وخلوق هنا، زياده وخلوق وكبر هنا، بارك الله فيك. وعندي البلاد وعندي المحل وعندي عشرة الاولاد وربيت خمسة فيهم. هاد الدري اللي دار لي هاد الشي بارك الله فيك، وقال لك راه عندك الحاز، غادي ندبر وغادي ندير وغادي نفعل وغادي نترك. وكان عندي في الدار ديالي بارك الله فيك، والدار ديالي فيها الحوايج وفيها المرا ديالي قديمة، وهاد المرا بارك الله فيك راه سادنتها من الاستعمار بخمسة وعشرين ريال، وكاينين الحوايج ديال الضياف والحوايج ديالي والمرا الاخرى بالدار ديالها وحوايج ديالها. دابا فاش انا كنعيش؟ وهاد السيد بارك الله فيه قال لك راه عندك الحز، راه كدا، راه فعلت، راك راه جات ليا الورقه، غادي ندبر وغادي نفعل، رد علينا البلاد. وانا بارك الله فيك راجل كبير، ما قاري، ما كنسمع، ما كنشوف. قلت لي واخا باع الطرف ديال البلاد لواحد صاحبي راه دار له الغنم، راه عنده وبحالو بثلاثة المليون. جال عندي قال لي يابا هالبلاد انا درتها لفلان بثمانية ثلاثة المليون هذا، وفهمتي؟ قلت لها وليدي هادو اللي داروا لي الحز على البلاد ما كيسالوا ليا، ما كنساليهم، ما رافد من المخزن، انا كبر وخلوق هنا ما كندير حتى شي حاجه، علاش يديروا لي هاد الشيء؟ قال لك وانا خصك ترد علينا البلاد، غادي ندبر غادي ندير. قلت لي واخا، مشى شد من عنده الفلوس حتى شدهم وقال لك رد علينا البلاد، ومشيت ورديت عليهم البلاد ورفدني حتى المكناس. وعيط لواحد خوه خر كان في مكناس واحد الولدي، وهذا غير بيتو، هذا غير بيتو بالرضاعة، حتى كبر حتى ولا راجل. إوا بارك الله فيك نعماس، ومشى وشد من عنده الفلوس. اليوم غدا رديت عليه البلاد، ملي عرفت بيه رديت عليه البلاد، خوا ليا بالدار. الدار فاش كان المرا ديالي قديمة والحوايج ديال الضياف، بقيت خيف المرا. السلام عليكم، انا نوس مسعوده من قلموس. انا السيد هذا اللي عطاه راجلي الوكاله ولعب بها، حكمات المحكمه ديال بني ملال، رجعت لي بلادي، وهاد العام جاي حرت والحكم مخلص، تنفيذ مخلص، كل شيء كل شيء ناضي، كل شيء كاين. ولين السيد جاي حرت انا حبسته وجاب لي الشهود، صدق ضربت الحبس الشرف ديالي، ضربت شهرين ديال الحبس، وانا ما عمري دزت الحبس الحياة في الدنيا ديالي، ما عمري مشيت للحبس، ومشيت على بلادي. انا ساكنه غير في النواله، في النواله وتنتعذب، وعندي 8 البنات ومربيه الدري. انا تنطلب الحكومه وجلاله الملك الله ينصرو، تنطلب يشدوا لي الحق ويردوني لبلادي وداري. انا تنتعذب وعندي 8 البنات، دوزتها غير بالبكاء، وتنصلي لا في الليل ولا في النهار، ما تناكل ما تنشرب، انا ما موالفاش بالحبس. انا غير بحالي درتيني في الصندوق، خليت بلادي وخليت ولادي وخليت 8 البنات وخليت الدري مربياه، لدابا ما شتو. انا راه خرجت وجا الراجل من الناظور وداهم للناظور، وخلى لي حوايج برا، كلشي برا. انا ساكنه غير في النواله، غير الناس اللي داروا لي راحوا لي الحوايج برا، ما خلاو ما داروا لا، شعلوا لي العافيه، وراه كاينين السيديات وكاين كلشي، ولدابا ما كاين حتى حد. انا ساكنه غير في النواله، غير في النواله، غير النواله، والشمس دازت عليا والشتا كدوز عليا، وانا تنخاف ما تنعس ولا في الليل ولا في النهار. واحد الولد ربيته ولداته بنتي بالرضاعه، تكبر درت له السميه ودرت له سميتو، بقى عندي، بقى حتى كبر حتى ولا راجل. مسا كيدور تلاقى مع واحد المراه، مسا كيخدم، جا ملي جا جا عندي، دخل في الدار ديال المراه ديالي، مات. كاينين الحوايج، كاينين الحوايج ديال الضياف
وكاينين كلشي اللي كاين. وقال لي يا قرا عندك الحز، خصك ترد عليا البلاد اللي تفضيك وردها عليك. ومشى باع واحد الطرف في البلاد، باعها بثلاثة المليون ودارهم في الجيب ديالو ومشى. ما دار لي لا يديك لا خليك، دابا قلت له رد لي بلادي اش هاد الشيء، خرج مشى. دابا هاد السيد رد لي بلادي، رد لي بلادي، انا كانت من الله والمخزن رد لي بلادي. درتيني في الحبس ودرتيني في وسط الحباسات، انا ما عمري دوزت الحبس في الحياه ديالي. واش ما حشمتيش؟ واش ما رعيتيش فين هزيتك في الدار وربيتك وكنتي معايا وتنغسل ليك وتنوكل لك الخبز من يدي؟ واش ماشي حشومه عليك ديال لي هادشي؟ ما بقيتي فيك، ما بقيت فيك، وما بقاوش 8 البنات فيك ومربيه الدري، ماشي حشومه اكون ديتيها لراسك؟ ما حشمتيش؟ تخوي لي بلادي وداري والله يعاون، وتنطلب الحكومه تشوف من حالتي، من حالة هاد السيد هذا اللي معايا. هادشي اللي درتي، لعبتي بالوكاله ديال راجلي ديال خالك، ما بقاو فيك لا 8 البنات ولا الدري اللي مربيه ولا انا جالسه غير برا. شو ما عليك هذاك الشيء اللي درتي لي درتيه لجدك، راح شو ما عليك، راح شو ما عليك. هادشي بينك وبين الله، رد لي بلادو وخوي لي داري وخوي لي بلادي. الله يجازيك بالخير، وتنطلب من الحكومه شوف من حالتي، شوف من حالتي، وشوف من حالة هاد الراجل هذا واللي جالس برا، راه متى يشوف ومتى يتصنتش، ما عندوش لا العينين ولا الودنين. وانا اللي تنقابلو، وانا اللي تندي الماكله وتندي ليه الماكله وتنجيبو ولا تاكلو ونرجعو. انا تنطلب من الله والمخزن يشوف من حالتنا. هاد الناس هادو، هذا جدي ربا واحد خويا، وبقى داك خويا قال له عطيني الوكاله راه عندك السيزي، انا غادي نوليك على هاد السيزي هذا. قال له واخا، قال له رد عليا البلاد، ملي غادي يدوز هاد السيزي هذا نرد لك بلادك. وداك السيزي ما منو والو، وناض باع واحد الطريف ديال الارض ب 3 المليون جدا دارها في الجيب. ملي ناض جدي قال له ودي علاش بعتي لي البلاد؟ اعطيني رزقي، رد لي بلادي. قال له لا، قال له انا بلادك ما عندي ما نرد لك. قال له البلاد ما عندي ما نرد لك. دار به دعوه للمحكمه، جات خرجت لعند الجندارم، عيطوا على هاد السيد هذا، عيطوا عليه، قال له اعطيني، قال له هاد السيد هذا اوديها لي كاين، هالي كاين. قال له صافي بلاد كيردها لك. كان عطاه الوكاله باش غادي ينوب عليه في المحكمه على هاد السيزي هذا. ملي قال له رد لي بلادي ما بغاش، مشى جدي دار به دعوه في المحكمه، خرجت عند الجدارميه عيطوا على جدي، قال له شنو كتقول الوالد؟ قال له ودي انا بغيت بلادي، وهاد السيد هذا كيطالب ترجع له بلاده، ما كيطلب من الناس هذو حتى شي حاجه. هاد السيده هادي عندها، داروا لها الحز، داروا لها الحز، مشاو كيطلعوا في المحكمه، استنفوها المكناس البني ملال، من بني ملال جاهم الحكم ديالهم ترجع الحاله الى مكانها. جاو خلصوا التنفيذ ديالهم، القانون ديالهم خلصوه، جات هاد المراه جابت الحكم ديالها، جاو هاد الناس بغاو يحرطوا، مشات وقفاتهم على الحرط. ملي وقفاتهم على الحرط مشاو طلعوا للخنيفره، داروا سميتو، داروا هما سيرتيفيكا بالله راه ضرباتهم هاد المراه هادي، دفعوا لها الشهود، مشات تعتقلات شهرين. يلا خرجت السيمانه الفايته، لحد الفايته عاد خرجت، خلوه بوحدو في الدار. هاد السيده اللي كانت عنده دار عائله ما كتخواش، ولا دابا بوحدو ساكن، هو بوحدو اللي ساكن في الدار. واش هاد السيده غادي يسكن غير بوحدو في الدار؟ 10 دولات كل واحد، راه فسميتو كل واحد البلاد 8 البنات وجوج الاولاد، واحد في ولادي هو اللي خايض هاد المراه، الاخر في طنجه. وهاد السيد اللي دار لي هاد الشيء رباتو، ربيتو بالرضاعه، وبقى حتى كبر حتى قريتو حتى ولا كبير. مشى كيدور عندي جوج عاد كل وحده بالمحل ديالها. قلت لك هاد المراه ديالي الاولى اللي كاينه في الدار الكبيره سادنتها ب 25 ريال في الاستعمار، فزوجتها وكاينه في هذا الدار والدار ديال الضياف. وديك الدار فاش كاينه بقات غير الدار ديال المراه القديمه، المراه الاخرى فاش كنت، وهاد المراه ديال المراه الاولى كاين فيها هاد السيد.